السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. نحن طبعا مشغولين في عدة أماكن، لكن اليوم الافتتاح لليوم الوطني في المنطقة الوسطى في الذيد. يا رب الذيد شتوا تواصلوا اليوم الافتتاح. اليوم أنا عادي قبل الناس عند الحصن. عند الحصن شيء مميز، شيء ما عليه زود بعد. مشكورينه، شكرا شكرا ألف شكرا يا بلدية الذيد، دومكم أصحاب واجب ومذهب، ما قصرتوا على إتاحة لنا المشاركة في هالمهرجان المتميز بلجانه. الله، هاي الذيد المنطقة، شوف هذا الحصن شفتوه، أو هذا المسرح شفتوا، شوفوا منزلنا. نعم، ان الذيد يعني يسوون شيء، يسوون يعني شيء من الاخر مثل ما تقول. وهاي الحضره ابي يكون الفرق الشعبيه والحربيه. واليوم الافتتاح، نحن عادة نيت قبل الافتتاح ان عندي بعد موقع ثاني غاسر له واشق، لكن شوف هذه بلدية الذيد. شكرا الف شكرا، ما قصرتوا، طول الله اعماركم، دومكم وافين يا بلدية الذيد، يا مدير البلدية والعاملين في بلدية الذيد. طبعا هاي الحاضرة، وهاي لأصحاب الأسر المنتجة جزاهم الله خير. شفتوا احتفالات المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، الأمسية الشعرية والفرق والفرقة الحربية والمسابقات والجوائز للأسر المنتجة والعروض. طبعا هذا نحو وصل من حصن الذيد قلب الوسطى النابض، ما اصل طبعا من ضمن، والاعلام ترف من ضمن هاي الكشكات، من ضمن هاي الكشكات للاسر المنتجه جزاهم الله خير. هذا عندكم هني مطبخ خالد حرية، الله يقدم عاده البهارات، لا تصيرون بعيد بعد، لا يدورونه مرة. هاي البهارات وهذا الدهن الخنين والمشروبات الغازية وموقع للقيمات والأكلات الشعبية. من وين حرية؟ هذا مطبخ خالد حرية، من ضمن المطابخ الموجودة أو الكشكات الموجودة. نعم، هذا كشك طبعا، بننتقل الحين إلى كشك ثاني. ما قصروا جزاهم الله خير وألف خير، اتاحوا لنا الفرصة. نعم، هذا البزار اللي يبقى ياي متعني للذيدة بحصله موجود مصر مرة، والدهن والأكلات الشعبية، القيمات والبلاليط والهريس والخبيص كله. اليوم الافتتاح لا يفوتكم مع الفرق الشعبية والجلسات الحلوة. والحين متجه إلى موقع آخر، هذا هو، قالوا قب على مالك ولا عشرة من عمالك، عسى الله يرزق الجميع الأرزاق، الله يرزق الجميع إن شاء الله. هاي بلدي انشرة وعدلة، ودومكم متميزين، الذيد دوم متميز، هذه الدوارة شفتوها، الله يعز من علم العقل، زاد دوم شام خيار.